متابعينا الاعزاء شوطنا 13 للقعدان المحليات الاصائل لاصحاب السمو الشيوخ، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ما زلنا نتواصل، نجدد التحيه واللقاء من هنا من عاصمه الميادين ميدان الوثبه، وعبر هذه الانطلاقات التي تاتي في هذا المساء المميز. نذهب مباشره مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول من تتواجد على الصداره وعلى مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، تسيطر بالمقدمة مشاهدين الكرام على التواجد على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. نلحق بالصدارة، نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول من يتواجد على صدارة الشوط والمقدمة مشاهدين الكرام. المقدمة والصدارة مشاهدين الكرام من يتواجد على صدارة الشوطة وعلى المقدمة. هنا يأتينا مهيض تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران من يتولى عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز ويأتي كفو سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يتواجد مشاهدينا الكرام عملية التدريب والتضمير. محمد بن سعيد بن مروشد هملول على رابع المراكز من هجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي يتابع انطلاق هملول، بعود مع المقدمة، بعود مع الصدارة، المقدمة والمركز الأول. يا سلام، المقدمة مهيض مع المقدمة، مهيض مع الصدارة، مهيض مع المركز الأول، مهيض الأمور مهيض لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. حسين بن محمد بن سفران يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الثاني شاهين في ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد من يتولى عملية التدريب والتضمير. الانطلاق وين؟ الصدارة وين؟ الناموس وين؟ مهيض ما زال الأقرب وشاهين، شاهين ومهيض، مهيض وشاهين في صراع الأقوياء. مهيض مشاهدينا الكرام يغادر بالناموس، ينطلق بالفوز. مهيض تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني على هذا الفوز وناموس. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث هاملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع وصل مياس من هجن العاصفة، المركز الخامس مشاهدينا الكرام من هجن الرياسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس في هذا الشوط المهيض لسعود لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. وفي انتظار التوقيت الزمني هاي امامكم الاعادة او امامكم وصول مهيض الى خط النهاية، 7 دقائق 35 ثانية، جزء يتيما من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني والى حسين بن محمد بن سفران على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7 دقائق 35 ثانية، 6 من الاجزاء تهاني لملك شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز والانتصار. المركز